حسن بعاني من اضطرابات داخلية، بعاني من مشاكل في النطق وطيف توحد. انفقد يوم الاثنين 15/4 الساعة 5 عصرا من منطقة غزة الشمعة. السلام عليكم ورحمة الله. أنا والد الطفل حسن علي القطاع البالغ من العمر 15 سنة. حسن بعاني من اضطرابات داخلية، بعاني من مشاكل في النطق وطيف توحد. انفقد يوم الاثنين 15/4 الساعة 5 عصرا من منطقة غزة الشمعة باتجاه منطقة الزيتون أو الشجاعية أو التلاتيني. الرجاء ممن يعرف عنه أي شيء يتواصل معنا رقم الجوال 0567-600-139. حسن لابس بلوزة كحلي عليها حز أحمر من النص، معاه بسكليت كوبرا أحمر. طلع ومش مرجعش يعني له 4 أيام. بنناشد كل القلوب الرحيمة اللي بتعرف عنه أي إشي أو تواصل معنا يزيد لنا طريق حسن.